السلام عليكم ورحمة الله. تعلم اللغة الألمانية من الصفر. الحروف أ ب ت د اي اف ج ه اي ي ك ال M N O P Q R S T U V W X Y Z etc. كلمات مع حروف: A أفي القرد، B بال كرة، C سي دي أو سنت سنت، D دكتور طبيب، A إليفانت فيل، F فيش سمكة، G غلاس كوب، ها هاند يد، اي انزل جزيرة، يوت ياكي جاكيت، كا كاتسي قطة، ال لامبي لمبة، ام ميلش لبن، ان نوين رقم 9، او اوبست فاكهة، P paprika فلفل، Q cavalli قنديل، R غوت أحمر، S زكس رقم 6، T تاسي فنجان، U أوى ساعة، V فاتا أب، V فولف ذئب، X إكسليفون الإكسليفون، إبسلون يوغا يوغا، ست زفاي رقم 2، إس ست شتراسي شارع. ويكت ثلاث حروف إضافية: أ أملاوت، أو أملاوت، أو أملاوت. شكرا والسلام عليكم.